خوتي خواتاتي الاعزاز، هذه الساحه القديمه هي كترمم. هذا باب منصور ديال العاصمه الاسماعيليه مكناس. هذا خوتي بانيه مهندس سوري، الهندسه المعماريه ها فين كاتب دمشق. هذا هي باشا خوتي، دابا يسكدوها تقرا دمشق. قبطو كانوا القراصنه ديال مولاي اسماعيل، كانوا هما السلاويين والقراصنه مهديه على قرنصو شي حاجه كانوا كيجيبوها لمولاي اسماعيل، وجابوا له الغاليمه وجابوا له هاد الرهائن. قال لهم انا كنعرف نبني لكم باب يدخلوا من الوقت ويخرجوا. هاي دمشق يدخلوا بالوقت ويخرجوا بلا غايه. دمشق اخوتي يخرجوا بالوقت ويدخلوا بالوقت، وبنى له هذا الباب. هذا الهندسه المعماريه تلقاها في سوريا وفي مكناس. هذه ديما خوتي بقات لهم من هنا الراس العام، ان شاء الله غادي تحل. يا سلام يا سلام يا سلام. هذا الرياض ديال قبه السوق اخوتي خواتاتي، شي ساحات قديمه مازال ما تحلات اخوتي. ها البيبان كيف هاد الساحة ديال مولاي اسماعيل. هنا كان العديم كان كيعدم الناس، راه واحد الكارة كان كيعدم فيها الناس مولاي اسماعيل. ها هي هادي، هي هادي. هنا كانت تيديرو من المشناقة، عليها تسمى الهديمة خوتي خواتاتي العزاز. تابوناو معانا خوتي، لا في الفيسبوك لا في اليوتيوب، عافاكم والله يخليكم صحتكم. واللي بغى يدخل عندنا الانستغرام مرحبا به، واللي بغى ندعموه فابور اخوتي خواتاتي الاعزاز. ومرحبا بكم في مكناس، كولوا شربتي بان والديك. هذا هو مكناس اخوتي، فهاد الماس ولا واحد من مكناس. ميرسي بوكو، تهلاو اخوتي، الله يرحم الوالدين. هذا هو الروابز الدبكري اخوتي، وفين الشوايه؟ ها هو مكناس، ها مكناس، ها مكناس، ها مكناس، ها مكناس، ها مكناس. وقفت الماس ولا واحد من مكناس.